أجواء غائمة وباردة اليوم في العديد من مناطق المملكة. هاي الليلة رح تكون الأجواء باردة نسبياً، رح توصل درجات الحرارة في العاصمة عمان إلى 7 درجات ونسبة الرطوبة 83%. غدا النهار رح تستمر الأجواء باردة مع ساعات النهار رح تسجل في عمان 13، بالليل رح تنخفض ل 7 درجات ورح تكون الأجواء باردة نسبيا. يوم الثلاثاء والأربعاء أحوال جوية غير مستقرة وأمطار متوقعة في العديد من مناطق المملكة، رح توصل درجات الحرارة نهارا 12، بالليل رح تنخفض ل 7 درجات ورح تكون الأجواء باردة نسبيا. وهلأ رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من المناطق الشمالية أجواء باردة نسبيا، رح توصل درجات الحرارة في جرش وإربد 8، غدا 17، عجلون 7، وغدا 14، وأجواء غائمة. المفرق والزرقاء أجواء باردة هاي الليلة 6 درجات، غدا 16 أجواء غائمة، رح توصل درجات الحرارة هاي الليلة مطار ملك علياء 5، غدا 15، الصل 8، غدا 14، مادبا 7 درجات، وغدا 14، وأجواء غائمة وباردة. البحر الميت 15، غدا 22 أجواء معتدلة، الكرك والطفيلة 7 درجات، وغدا 13. رح توصل درجات الحرارة هاي الليلة في معان 5، غدا 14، مدينة العقبة هاي الليلة أجواء باردة 12، وغدا 23، وأجواء مشمسة. رويشد أجواء ضبابية 7 درجات، وغدا 16، وأجواء غائمة وباردة. ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة، أجواء مستقرة اليوم وغدا، طقس بارد نسبيا مع ساعات الليل وأجواء غير مستقرة يوم الثلاثاء. وهلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم.